الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات أولى ثانوي. النهاردة هناخد شوية تمارين كده عن درس التشابه لحد ما نخلص الدرس كله، وبعد كده نحل تمارين كتاب المعاصر. بقول لنا طبعا لو أنت لسه مش أو أول مرة تشاهدني، لازم تتفرج على الفيديو من أوله خالص، من أول الشرح خالص، وهتلاقي الرابط موجود في أسفل الفيديو. بيقول لنا المضلع أ ب ج د يتشابه مع المضلع ه واو زي ح. أوجد معامل تشابه أ ب ج د للمضلع ه واو زي ح. معنى كلمة أوجد معامل التشابه يعني اللي أنت لازم تطبق الأول قاعدة التشابه. قاعدة التشابه أنت عندك هنا أربع مضلع، يعتبر أربع أضلاع، يبقى أنت هتعمل أربع شرطات كسر. هتقول له كده في الأول: بما أن المضلع أ ب ج د يتشابه مع المضلع ه واو زي ح، ففي الحالة دي هتعمل أربع شرطات كسر، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبتكتب بقى القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها. يعني أنت فاكر كنا بنقول إيه؟ أول حرفين مع أول حرفين، يبقى أ ب على ه واو، وبعد كده تاني حرفين تاني وتالت مع تاني وتالت لا واو زي، وجيم دال مع اخر حرفين لا زي حق، والف دال مع هاء حق. واقول له هنا بتساوي كاف. كاف دي اللي هي معامل التشابه. وابدا بقى اعوض بقى اربع شرطات برضو كده، شرطات كسر كده اربعه كده، واسويها برضو بالايه؟ بالكاف. وبتبدا بقى تكتب الايه؟ الارقام. يعني ألف باء هنا عندك بكام؟ فين الألف باء؟ الألف باء ب ص زائد 2، أكتب ص زائد 2. والهاء واو فين الهاء واو؟ الهاء واو، الهاء واو بستة. عندك الباء جيم بالراحة كده، أقوم كاتب الباء جيم زي ما هي لأن مش جايبها لي برقم أصلاً. واو زي، واو زي برضو زي ما هي واو زي. جيم دال، جيم دال ب 15. زي حاء، الزي حاء هنا بكام؟ بسين. عندك بعد كده ألف دال، الألف دال هنا ب 12. والهاء حاء ب 8. وبعد كده انت هنا بقى بتاخد وبتبص وبتختار على الرقمين اللي فوق بعض. الرقمين اللي جم دولت، ده مجهول مش هينفع اجيبه، ده مجهول، ده هنا رقم موجود بس تحت هنا مجهول، لا انا اجيب دولت. ايوه، وسواه بالكاف. بقت 12 على 8 هسواه بالايه؟ بالكاف. طبعا انت ممكن تعمل لها اختصار بقى وتبسيط، هتيجي تبص هتلاقي هنا مطلعه بتساوي 3 على 2. يبقى اذا قيمة الكاف اللي هو معامل التشابه بيساوي كام؟ 3 على 2. يبقى معامل التشابه أول ما تسمع عنها كده يبقى أنت هتطبق قاعدة التشابه وبتبدأ تعوض وبتختار الرقمين اللي فوق بعض. طب قال لك بعد كده أنا عايز قيمة السين، فين السين؟ أهيت. هتجيبها كلها دهيت كلها على بعضها وتساويها بالكاف اللي هي طلعت ب 3 على 2. يعني إيه؟ هتقول له كده: بما أن 15 على سين بتساوي الكاف اللي هي ب 3 على الإيه؟ على 2. وبتبدأ تعمل مقص. الأسرة نسيب الكتاب تحت، وهنا 15 في 2 بتساوي 30 على 3 فبتساوي كام؟ 10 سنتي. أجيب قيمة الصاد إزاي؟ تعالى بقى بنبص على الصاد، هنا الصاد زائد 2 على 6 أساويها برضو معامل التشابه اللي هو طلعت معانا ب 3 على 2. يبقى الصاد زائد 2 على 6 أهي، الصاد زائد 2 على 6 أساويها بالإيه؟ ب 3 على 2. وأعمل إيه؟ مقص 2 مضروبة، شوف دي بقى 2 مضروبة في الصاد زائد 2 بتساوي ال 3 في 6 بكام؟ ب 18. هنقسم على اللي قدام القوس ده كله اللي هو الاثنين هنا وهنا، دي تروح مع دي، اتفضل لي ص زائد 2 بتساوي 18 على 2 فال 9. 2 دي هتروح على الجهه الثانيه بقت معادله عاديه، هتروح بعكس الاشاره، 9 ناقص 2 يبقى ص بتساوي كام؟ 7 سنتي. يبقى قيمه الص هنا يا حبيبي طلعت بكام؟ ب 7 سنتي. طب تمام. السؤال اللي بعديه هنا بيقول لي ايه؟ مثلث نمرة 2 في الشكل المقابل مثلث أ ب ج يتشابه مع المثلث د ه واو. تمام. عايز وبيقول لي إذا كان احتمال أو محيط المثلث أ ب ج ده ب 81 سنتيمتر. وجاب لنا أطوال أضلاع المثلث الأولاني، أوجد أطوال أضلاع المثلث أ ب ج. يعني هو جايب لي المحيط بتاع ده، أنا مش عارف العربية دي كل شوية تعدي، العربية في إيه؟ عايز هنا اطوال اضلاع المثلث الف باء جيم، يعني ده الالف باء بكام والباء بيجيب والباء جيم بكام والالف جيم بكام. ده معنى الكلام. اول حاجه عشان اقدر اجيب الاطوال الاضلاع لازم يكون عندك معامل التشابه، ومعامل التشابه هيجي من المحيط المثلث الاول على محيط المثلث الثاني.
محيط المثلث الاول على محيط المثلث الثاني. اقول له كده بما ان محيط المثلث اللي هو الالف باء جيم بتساوي 81 سنتيمتر، ومحيط المثلث واو دال هاء، هتجمع بقى الثلاثه دول 8 زائد 10 زائد 9 اللي هم الثلاث اضلاع دولت، هيبقى 18 زائد او 17 زائد 10 يديني كام؟ 27 سنتيمتر. هنقول بقى هنا محيط المثلث ألف باء جيم على محيط المثلث واو دال هاء بتساوي 81 على 27. هتبسط على الحاسبه هتطلع لك ب 3 سنتي، ب 3 مش 3 سنتي، ده معامل التشابه ب 3. ده كده معامل التشابه. ده كده ايه؟ معامل التشابه. طبق قاعدة التشابه. طبق قاعدة التشابه. أقول له كده بما أن المثلث ألف باء جيم يتشابه مع المثلث واو دال هاء. طبق بقى قاعدة التشابه اللي هي إيه؟ أول حرفين مع آخر حرفين، مع أول حرفين. الباء جيم على إيه؟ الدال هاء. والألف جيم على الواو هاء. تمام؟ تمام. يبقى الالف باء مع الايه؟ الواو ده. طبعا ده غلط. ليه؟ لان احنا ما استخدمناش، خلي بالك احنا ما استخدمناش القرايه اللي هو جايبها لي اللي هي دي. بما ان المثلث الف باء جيم يتشابه مع المثلث دال هاء واو. اذا الالف باء على الدال هاء بيساوي اخر حرفين مع اخر حرفين مع الالف جيم على الدال واو، وهسويها بالكاف او بقاعه التشابه اللي هي بثلاثه. ابدا عوض الالف باء زي ما هي لان انا عايزه اصلا على الدال هاء ديت. هتيجي تبص هنا الدال هاء بكام؟ الدال هاء ب 8 بتساوي الباء جيم، انا لسه هجيبها، على الهاء واو. الهاء واو بكام؟ ب 9. والالف جيم زي ما هي على الدال واو ب 10 واساوي بالثلاثه. انا عايز الالف باء دي هساويها بالثلاثه، والثلاثه ده اصلها على واحد. طب اجيب الالف باء ازاي؟ اضرب دي في دي، 3 في 8 ب 24 سنتي. طب انا عايز اجيب الباء جيم برضو، اضرب التسعه بتاعتها في الثلاثه 27 سنتي. طب انا عايز الالف جيم، اضرب ال 10 بتاعتها في الثلاثه يديني كام؟ 30 سنتي. طب انا عايز اتاكد، اجمع التلات ارقام دولت ولازم يطلع لك ب 81. يطلع لك 81 اللي هو محيط المثلث اللي هو جابهولي، يبقى انا كده فعلا ايه؟ ماشي مظبوط. طب دي تاني مساله، تعالى كده ناخد تالت مساله. بيقول لي ايه؟ المضلع ا ب ج د يتشابه مع المضلع س ص ع ل. المساله دي موجوده في كتاب معاصر. فاذا كان ا ب بيساوي 32 والباء ج ب 40 والس ص بكذا والص ع بكذا، اول قيمه الميم. مش المثلثين متشابهين ومش المضلعين متشابهين؟ اه. يبقى طبق قاعده التشابه. قالوا بما ان المضلع ألف باء جيم دال يتشابه مع المضلع س ص ع لام، حط بقى اعمل قاعده تشابه لاربع شرطات. تمام. هنا الالف باء على مين؟ السين ص. بعد كده الباء جيم على الص ع. بعد كده الجيم دال على العين لام. وبعد كده الالف دال على السين لا. ابدا عوض بقى بالحاجات اللي عندك دي. الالف بقى عندك اهيت ب 32 على السين صاد اللي هي ب 3 ميم ناقص الواحد بتساوي. الباء جيم اللي هي ب 40 على الصاد عين اللي هي ب 3 ميم زائد الواحد. طبعا انت عندك الالف جيم دال مش عندك، ولا العين لام ولا الالف دال ولا السين لام، خلاص كده. طب هنعمل ايه؟ اعمل مقص. ال 32 هتضرب في 3 ميم، وبرده ال 32 برده هتضرب في الواحد. تمام؟ يبقى ال 32 وممكن يعني اعملها كده احسن يعني. 32 في 3 هتبقى ب 96 ميم، زائد 32 في 1 ب 32 بتساوي 3 في 40 ميم. 3 في 40 يديني 120 ميم ناقص الواحد في 40 بكام؟ ب 40. هنجيب الميمات على اليمين والارقام على الشمال، البنات على اليمين والصبيان على الشمال. يبقى ال 96 ميم ديت زي ما هي هيجي لها ال 120 بالناقص، والسالب 40 دي زي ما هي وهيجي لها ال 32 الناحيه الثانيه بالسالب برضه. هنا موجب وسالب كده هنطرح،
96 ناقص ال 120 هتطلع لك بسالب 24 ميم. ولا سالب 40 سالب 32 الاشارات هنا متشابهه، يبقى احنا هنا هنجمع. يبقى احنا هنا ايه؟ هنجمع. تطلع لك بكام يا حبيب قلبي؟ سالب 72. السالب ده يروح مع السالب ده. اقسم على ال 24 اللي قدام الميم، كانها مساله عاديه معادله. يبقى الميم بتساوي كام؟ بتساوي كام؟ 72 على 24 بكام؟ ب لو سمحت لا ب 3. بكام؟ ب 3. يبقى انت كده طلعت قيمة الميم بكام؟ ب 3. يبقى انت طبقت قاعدة التشابه وعملت مقص. بيقول هنا مستطيل بعدها 10 سم و 6 سم. أوجد محيط ومساحة المستطيل. عشان تقدر تجيب المحيط والمساحة لازم يكون عندك الطول والعرض. بس إيه؟ أوجد محيط ومساحة مستطيل آخر إذا كان معامل التشابه بيساوي 3. معامل التشابه بيساوي كام؟ 3. أولا 3 ديت أكبر من 1 ولا أصغر من 1؟ أكبر من 1. يبقى في الحالة ديت هيكون المستطيل المطلوب تكبير للمعطى. المستطيل المطلوب هيكون تكبير للايه؟ للمعطى. تاني يبقى معامل التشابه هنا بكام؟ بثلاثة، اكبر من الواحد. يبقى في الحاله ديت المستطيل اللي هو عايزه هيكون اكبر من المستطيل الموجود. اقوله بما ان معامل التشابه بتساوي ثلاثة يعني اكبر من الواحد، اذا المستطيل المطلوب تكبير للمعطى. انا عايز طوله وعايز عرضه، يبقى الطول الاول على اللي هو الاولاني على الطول الثاني، بعدها الطول والعرض بالترتيب، وعرض الاول على الستة، وسواب معامل التشابه اللي هو بثلاثة كانها مسألة عادية. يبقى الطول بتساوي 10 تتضرب في الثلاثة، 3 في 10 ب 30 سم. طب والعرض؟ الستة بتاعتها تتضرب في الثلاثة يديني 18 ايه؟ سم. طلع لي بقى المحيط وطلع لي المساحة. المحيط الطول زي العرض الكلي في 2، والمساحة الطول في العرض، وأظن دي مفيش فيها مشكلة. طيب تعالى المسألة اللي بعديها بيقول لي هنا ايه؟ ألف بقى جيم مثلث، فيه الألف بقى بكذا والباء بجيم بكذا وألف جيم بكذا، أوجد أطوال أضلاع مثلث آخر مشابه له إذا كان معامل التشابه 7/10، معامل التشابه هنا 7/10 على أصغر من 1، يبقى في الحالة ديت أصغر من 1، يبقى المستطيل المطلوب هيكون تصغير للمستطيل الموجود للمعطى. أقوله كده، بما أن معامل التشابه، معامل التشابه كاف بيساوي 7/10 أصغر من الواحد، ففي الحالة ديت هيكون المثلث المطلوب تصغير للمثلث المعطى. هو بيقول انا عايز ايه؟ اطوال اضلاع مثلث اخر. فالمثلث الاخر ده بكام؟ هفرضه برموز من عندنا بقى. نفرض ان المثلث المطلوب هو س ص ع، يبقى المثلث س ص ع يتشابه مع المثلث ا ب ج. طبق قاعده التشابه، ثلاث شرطات كسر، س ص على ال ب، ص ع على الباء ج، والس ع على الالف ج، وسواء بمعامل التشابه لو كان ب 7/10. ابدا عوض بقى، الالف ب بكام؟ ب 4/10، يبقى ب 4 دي ب 4، والباء ج بكام؟ ب 5، والالف ج بكام؟ ب 8. ابدا بقى طلع بقى، يبقى س ص هتساوي ال 4 في 7/10، تبقى 2.8، هتبقى 2.8، والصاد عين ال 5 في 7 هيبقى 3.5، والسين عين ال 8 في 7 هيبقى 6 5.6. يبقى انا كده طلعت اطوال اضلاع الايه؟ المثلث. هنكتفي بالقدر ده ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.